إذن الزائدة الدودية مع الدكتور عصام عبود. الدكتور عصام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني فهم دكتور عصام، كان يعتقد سابقا بأن الزائدة يعني عضو مهمل لا وظيفة لهذا العضو، هل هذا الكلام صحيح دكتور؟ بالتأكيد، يعني خلق الله عظيم، يعني فالزائدة له دور كبير في مراحل الجنين، وهي أنه هناك بعض الخلايا اللي تقوم بالمناعة وتتكون من الخلايا من هذا المكان، من هذه الغدد الليمفاوية اللي موجودة في منطقة الزائدة. يعني فنوع من أنواع الخلايا اللي يتكون من خلال البداية مالتها. الشيء الآخر هو أنه الزائدة تستخدم استخدامات كثيرة الآن في الجراحة، مثل ما يستخدم الأوردة الآن في زرع شرايين القلب، أيضا الزائدة تستخدم في ربط بعض الأجزاء، وكان يكون جزء من فقدان الحالب وتعويض عنه بالحالب، وأيضا في النسائية في أنابيب المبيض أو في عنق الرحم واستخدامات الأخرى اللي تستخدم أيضا. نسمع كثيرا عن التهاب الزائدة الدودية واستئصال الزائدة الدودية، دكتور ما هي الأسباب التي تؤدي لحدوث هذا الالتهاب؟ الزائدة فيها مجموعة من الغدد الليمفاوية في جدار الزائدة، وهي من ضمن جهاز المناعة اللي متكون في الأمعاء. هذه الزائدة النهاية مالتها تكون نهاية مغلقة لبعض المخلوقات اللي تتعامل مع السيلوز، هناك جزء من البكتيريا تتكون فيها تهضم بمادة السيلوز. أما بالنسبة للإنسان فهي تعتبر عضو تسمى بالزائدة بكونها يعني خارج القناة الهضمية، مرتبطة معها، لكن مسار الغذاء أو مسار المحتويات الأمعاء يكون ما يدخل من خلالها. يعني فالزائدة هي جزء من الأمعاء، بداية الأمعاء الغليظة اللي هي القولون. وتكون هذه الزائدة منتهية مسدودة النهاية، ويكون التجويف اللي موجود فيها دقيق جدا، يعني القطر مالته ضيق جدا، فلذلك عندما تدخل فيها نوع من أنواع الديدان أو تكون بذور للطماطم أو بذور لبعض الخضار أو الفواكه تتكون، أو هناك بعض الفضلات يكون الإنسان مصاحب عنده بحالات الإسهال أو غير، فممكن تدخل جزء من الفضلات وتتكون أشبه بالحصى، لذلك تسمى فيكولت، يعني حصاة الخروج أو الغائب. عندما تسد القناة راح تتجمع الإفرازات، طبعا بها هي فيها الإفرازات من الجذاء المبطن عندها، تفرز مواد مخاطية وتفرغ المحتويات عندها. عندما يكون هناك انسداد فيها راح تتوسع القناة ويرتفع الضغط اللي موجود في داخل الزائدة إلى أكثر من 20 ضعف ما معتمد عليها، فيكون هناك إحساس في الغثيان اللي هو أول علامات الزائدة، هو الغثيان لكون أنه الزائدة راح تتوسع، والأعصاب اللي موجودة في جدار الزائدة راح تنطي الإيعاز بالإحساس بالغثيان. فأول العلامات للزائدة هي هذه الغثيان. الزائدة لكون أنه جزء منتهي، فالشريان اللي يجي يغذي يكون منتهي، فما لها تغذية شريانية غير الشريان اللي يدخل لها من خلال الأمعاء، مساريق الأمعاء. فعندما يكون هناك التهاب شديد راح يؤدي إلى انسداد هذا الشريان وتتحول إلى الجانجرين، تختلف عن المرارة اللي هي حتى لو ينسد الشريان هناك قسم من التغذية تجي من جدار من داخل التلاصق المرارة مع الكبد، فما تتعرض المرارة للجانجرين مثل ما تتعرض الزائدة، وجدار رقيق فبسهولة أن تنثقه فتخرج المحتويات، وكل محتويات الأمعاء هي عبارة عن مواد مخرشة لجهاز البطانة البطن من الداخل اللي هي البريتون، فتبدي العلامات للزائدة بالآلام، أو هذه الآلام تكون تبدي من حول السرة لكون الزائدة
منبعها من وسط الجهاز الهضمي، فراح يكون الألم حول السرة في مركز البطن، وبعدين يتحول إلى جهة اليمين بعد ما يزداد الالتهاب ويوصل إلى جدار الجهاز، جدار البطن من الداخل، ومن عنده يتحدد الموقع على الجانب الأيمن الأسفل من البطن. نعم. نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414، الرسائل النصية القصيرة على 4006، ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. موضوعنا عن الزائدة الدودية، وضيفنا الدكتور عصام عبود استشاري الجراحة العامة والمناظير الجراحية بمستشفى الإمارات في الجميرة. طيب دكتور عصام، يعني كل شخص ممكن أن يتعرض لهذه المشكلة اللي هي التهاب الزائدة الدودية، لكنها أكثر شيوعا ما بين عمر 10 سنوات و 30 سنة. نعم، طبعا الزائدة الدودية هي كونا في جانب الأيمن الأسفل من البطن، وهناك أيضا القولون الأعور والحالب يكون خلفها، وأيضا نهاية الأمعاء الدقيقة. فهناك حالات مشابهة تكون لها أيضا تتشابه مع هذه العلامات. الفئة العمرية هذه، معظم هذه الفئة خاصة بالأطفال، يظهر عندهم التهاب اللي هو التهاب الغدد اللمفاوية للأمعاء، وتعطي علامات مشابهة لعلامات الزائدة الدودية. هناك قسم من الناس اللي عندهم حمى البحر المتوسط، أيضا المديتيرن فيفر، تعطي علامات مشابهة أيضا إلى علامات الزائدة الدودية. هذه الفئة العمرية اللي هي فئة الالتهابات، الأمراض اللي تصير في الغدد اللمفاوية، وممكن يكون أيضا معرضة إلى أن تلتهب الغدد اللمفاوية اللي في الزائدة، وتؤدي إلى دخول الحالة في الالتهاب للزائدة نفسها. يعني نعم، طبعا الأعراض مثل ما ذكر الدكتور عصام قد يكون الغثيان والأقياء والألم البطني. عادة الألم البطني يكون حادا يعني، وأيضا يضطر المريض الذهاب إلى الطبيب أو حتى إلى المستشفى والطوارئ مباشرة. ونتمنى دائما الاهتمام وعدم أهمال أي عرض، وحينما نتكلم بشكل خاص نتكلم حاليا عن ألم البطن، أي ألم في البطن عدم أهمال، وخصوصا إذا ما ترافق مع أعراض أخرى، أو إذا كانت الألم حادة غير يعني لا يتحمل الشخص، فمراجعة الطبيب مباشرة، لأنه قد لا سمح الله يكون هناك حالة بطن جراحية حادة تستدعي التدخل الجراحي مباشرة. طيب ذكرت هي موجودة في اليمين دكتور صح؟ أي نعم. لكن هل في حالات يمكن أن تكون في اليسار أيضا؟ طبعا هناك قسم من الحالات اللي تكون الأمعاء بس فقط الأمعاء، وإنما كل الأحشاء تكون بالجهة المقلوبة. نعم. يعني القلب يكون من جهة اليمين، والكبد يكون من جهة اليسار، والمعدة والطحال يكون بجهة اليمين، والأمعاء راح تكون كلها ملتفة بالاتجاه الآخر، يعني كأنه مثل المواقف واحد بالمرآة، وكل المقلوب يكون عنده. نعم. طبعا هي هذه من الحالات اللي هي تعتبر نادرة أن تكون حدوثها كل 1000 4 بالألف. يعني حصلت منها شيء دكتور بحياتك العملية الطويلة؟ طبعا أنا خلال الفترة من عام 85 كان عندي أول حالة لجهة اليسار، واللي أعطت علامات يعني كأنها حصل لحالب، يعني وشخصت على أنها حصل للحالب. نعم. لكن الفحص كان كله يتماشى مع علامات الزائدة، فانتبهت أنه الأشعة الغاز اللي موجود في المعدة في جهة اليمين، وشفت القلب بجهة اليمين، فشكيت انه يكون الليبل الأشعة مخطوء، فعدت الأشعة مرة ثانية وعملت التخطيط مال القلب، لاحظت انه كلها موجودة، فصار القرار انه خلاص وقفت على جهة اليسار ورفعت الزائدة، وعندي صور لها يعني ان شاء الله قدمها نطلعها في الموقع. نعم. فهي من الحالات النادرة فعلا يعني ان تكون، لكن يبقى الطبيب الجراح دائما يخليها في ذهنه، لانه صح نادرة، لكن شفائها سهل ومضاعفاتها كبيرة. نعم.
طبعا يعني دائما يجب على الطبيب أن يأخذ كل شيء بعين الاعتبار ويتحرى دائما مثل ما يعني ذكرت الدكتور عصام أنه أتحرى فعلا هل هي تتماشى مع الزائدة الدودية أم مع لنفترض الحصى في الحالب، ومن ثم طبعا يجب أن أستقصي وحتى نتخذ القرار الصحيح والسليم. إذن فيما يتعلق بالألم، الألم في البطن طبعا يحدث فجأة، وأيضا في قد يوقظ المريض من نومه دكتور؟ نعم، الألم الزائدة يختلف عن ألم القرحة المثقوبة. نعم. القرحة المثقوبة يكون الألم فيها حاد جدا، يعني كان كيف أحد يتسلق بصعود حاد بالضبط. الألم يكون فجأة طبيعي ويظهر رأسا عند ألم شديد، ما يقدر حتى يأخذ النفس، بطنه تصير كأنها مثل الحجرة صلبة جدا يعني لا إراديا هذه العملية. هذه علامات واضحة أكثر شيء للقرحة المثقوبة. الزائدة لا، راح تكون أول مرة الغثيان وبعدين الألم، ويزداد الألم تدريجي إلى أن يوصل إلى مرحلة شديدة. هنا راح تكون متقارب الألم للقرحة المثقوبة مع الزائدة، وخاصة عندما يكون هناك جزء، خاصة إذا واحد ما أكل مثلا، فجزء من محتويات المعدة راح تخرج إلى تجويف البطن، وتتركز أيضا في جزء الأسفل من البطن، فتتشابه مع الزائدة. لكن يختلف في الزائدة أنه عندما تنتقب وراء فترة يختلف تختفي العلامات، وخاصة هذه تخدع المريض، وخاصة أيضا إذا الطبيب ما راح يتحرى بشكل دقيق أيضا راح تكون اختفت العلامات، وهو واقع الحال أنه بعد ثقب الأمعاء راح يتكون سائل، وهذا السائل في تجويف البطن راح يمحي العلامات، لأنه الإنسان ممكن ما سنة راح يقدر يوصل، ممكن يكون بالسفينة، ممكن يكون في فجسم عنده جزء من المقاومة المؤقتة لحين ما يوصل الإنسان بها إلى مكان يتعالج به. فالعلامات هذه ممكن أن تقل حدتها، واقع الحال هي هذه علامات إحنا بالنسبة لنا نعتبرها أنه ما تكون الزائدة انتقبت ومر عليها بعض الوقت. أما إذا زاد الوقت أكثر من هذا، بالتأكيد هناك أكو جزء من الشحوم اللي داخل البطن اللي هو أومنتم، يعني هذا يأتي على أي ثقب موجود أو أي جزء ملتهب في الأمعاء في البطن، ويجي يسد الفتحة الموجودة أو يلتف حولها، فيتحول إلى كتلة، وتجي الأمعاء أيضا مع بعضها وتتلاصق على هذا المكان وتحضن الزائدة بشكل بحيث تلتف حولها، وتسمى هناك كتلة الزائدة اللي هي بعد مرحلة الالتهاب والثقب. بعد الفاصل نتابع حديثنا مع الدكتور عصام عبود استشاري الجراحة العامة والمناظير الجراحية بمستشفى الإمارات في الجميرة عن الزائدة. السلام عليكم دكتور عصام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن يمكن أن تكون الزائدة في اليسار مثل ما ذكرت، وهي حالات نادرة جدا لكنها محتملة، هل يمكن أن تكون أيضا مزدوجة؟ أي نعم، هو واقع الحال أنه هي الجهة اليسار حوالي 100 حالة يعني اللي مثبتة في يعني الحالات المنشورة عالميا، وأيضا نفس الشيء بالنسبة إلى الجواء البريتون الأومنتوم أيضا انتهت حدود 100 حالة. بالنسبة للزائدة المزدوجة أيضا هي اللي تكون حدود 4 كل 1000 4 بالألف، سواء الرتوج في الزائدة الدودية أو الزائدة المزدوجة، وصفتنا حالة أنه مشابهة علامات كل علامات الزائدة فبأواخر الثمانينات، فافتحت أتذكر بالضبط 89 افتحت كان معكم منظار يعني البطن، فانتبهت شفت الزائدة طبيعية يعني، ففاجأت أنه كل العلامات زائدة، فمو معقولة أنه تكون هاي الزائدة طبيعية وهاي العلامات اللي أعطتها. فلمدى أسحبها لاحظتك واحدة أخرى موجودة من الخلف هي اللي ملتهبة أيضا معها، فتحدث الزائدة ما تكون مزدوجة تعطي واحدة علامة واحدة الأخرى تكون طبيعية ما بها أي شيء. فممكن أنه نتحرى بها أنه نسحب الجزء الأمعاء اللي هو كامل، ممكن تكون خلفها هي الزائدة الأخرى اللي هي ملتهبة،
وترفع الزائدة الطبيعية وتبقى الزائدة الملتهبة إذا واحد ما يسحب القولون من الخلف حتى يتأكد من عدم وجود الزائدة الأخرى، مثل ما موجود أيضا مرارات ممكن تكون دبل مرارة أو تكون دبل الكلى أو هالأمور. نعم. يعني أكو ازدواج لبعض الأحشاء. نعم. نعم. طيب إذا أردنا أن نتكلم عن المظهر الخارجي للبطن أو حتى إذا لمسنا البطن دكتور، إذا كان الشخص لديه التهاب في الزائدة الدودية، هل مثلا يشتد الألم؟ هل هناك مظهر معين للبطن من الناحية الخارجية أتكلم؟ نعم. البطن طبعا عندما تكون هناك أكو ألم بطن حاد، احنا الأول شيء ننتبه عليه هو أنه عدم حركة البطن مع التنفس، يعني يتفادى المريض يعني أن يأخذ النفس مع تحرك البطن، يعني ثبات البطن جدار البطن مع الحركة. الأخرى شيء الآخر أنه راح يحدد لنا عندما يضغط على البطن كان يعمل جزء من مثلا كح أو يعطس راح يحس بألم، هذا الألم محدد ممكن يحدد لنا إياه بإصبع واحد على أكثر شيء، وهو يكون مكان القاعدة للزائدة، مكان هذا دائما احنا نحدده هو مكان التقاء الزائدة مع القولون الأعور. العلامة الأخرى عندما ندفع احنا بالبطن من جهة أخرى من جهة اليسار هناك يكون اكو ألم من جهة اليمين، هذه للزوائد اللي هي تكون في جدار البطن في تجويف البطن، يعني السطحي او يعني فوق الأمعاء. اما عندما تكون الزائدة من خلف القولون لا، هنا تكون الحالة صعوبتها أنه راح يكون القولون الأعور عبارة عن كوشن هوائي، فمن يفحص الطبيب أو المريض راح يحس بالألم ما راح يحس به علامات متكاملة. قسم الناس يتصور أنه هي فقط عبارة عن ألم وقيء معناها أنه زائدة، غير هذه معناها مو زائدة. هي واقع الحال أنه الزائدة لها مكانات مختلفة، من مكاناتها عندما تكون خلف القولون تكون قسم من عندها في جدار القولون أيضا، يعني تكون خارج تجويف البريتون في بطانة البريتون المبطن إلى المغلف إلى القولون، وتكون متماسة مع الحالة، فممكن المريض يأتي بتبول دموي، ممكن يأتي بعلامات التهاب وهو واقع الحال أنه الزائدة قريبة من المكان فتعمل هذا النوع من التحفز. عندما تكون الزائدة طويلة وقد أن تكون من النوع اللي خلف القولون تصعد توصل لحد قريبة من الكبد فتعطي علامات وكأنها علامات للمرارة. نعم. عندما تكون الأمعاء تكون أمام الأمعاء الدقيقة في نهاية الأمعاء تعطي علامات الإسهال، فكل مكان لها نوع معين من العلامات بين قصة المرض. وفي جدار البطن احنا من نفحص ممكن أن تكون عندما نضغط احنا على البطن ونرفع ايدنا مفاجئ يحس بالألم، لكن عندما تكون خلف القولون لا، اكو طريقه معينه نفحص بها بحيث نقدر نوصل لهذا المكان ونتحرى عليه. نعم. طيب ناخذ هذا الاتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليك السلام، مرحبا، مساكم الله بالخير. يا مساء النور، اهلا وسهلا فيك، تفضل. بغينا نستشير الدكتور بس بخصوص انا عندي الترهل وحين ان شاء الله افكر في عمليه جراحيه، هل راح يضرني مستقبليا في القولون في الاشياء هاي؟ يعني راح اشيل اطراف البطن تقريبا، الترهل مثل ما يقولون. طيب دكتور عصام، سمعت الاخ العزيز يعني يقصد بشد البطن يعني. الو. اي نعم، شد البطن عفوا. ايوه شد البطن. اي نعم نعم، هي العمليه هذه عمليات شد البطن هي عمليات يعني خارج تجويف البطن، يعني فقط في الجلد وفي العضلات اللي مبدأ المبطن يعني العضلات البطن الخارجيه، يعني فمجرد انه تقويه للعضلات مع رفع الجلد الزائد اللي موجود من البطن، فما لها تاثير داخلي في تجويف البطن. طبعا ايش رايك دكتور نعملها ولا؟ والله متردد، صار لي 8 سنوات منزل وزن. يعني كم وزنك؟ كان وزني 138 والحين الحمد لله 90. الحمد لله. والطول؟ الطول 177 176 تقريبا. يعني اذا يعني واظبت مثلا على الرياضه وايضا نظام غذائي اعتقد ما لك بحاجه لعمل جراحي ولا حتى لدوائي ايضا.
معك دكتور عصام. هو شد البطن ممكن انا يعني اعطي تفاصيل الباقي ما في مشكله. طيب شكرا لاتصالك، بتتمنى الصحة والسلامة، ويعني شيء إيجابي وشيء ممتاز أنك تنزل وزنك يعني من 130 39 تقريبا أعتقد إلى 90، طبعا هذا شيء كثير كويس إذا كان طبعا ضمن نظام غذائي من قبل اختصاصي التغذية، لأنه دائما نقول ليس الميزان هو من يحدد الحالة الصحية وإنما الطبيب وأيضا اختصاصي التغذية خصوصا ما يتعلق بزيادة الوزن. تفضل دكتور عصام. التأكيد شد البطن إلى مقاييس معينة، خاصة عندما تكون هذه الطيات طايق المريض في نوع ملابسه وفي جلسته، وقسم من عندها هذه الطيات تكون معرضة للتقرحات والانتفاخ والتورم، قسم من هذه الطيات يعني ثقيلة على البطن أثناء التنفس وخاصة أثناء النوم، قسم من هذول المرضى يكون عندهم مصاحبين ايضا بفتوق، قد تكون في فتوق في عضلات البطن او في جدار البطن او في فتق السره. هناك يعني تهطلات، قسم من هذه التهطلات كافي عليها انه مشدات تكون للبطن، كافي على انه تطلع قوام الجسم اللي مقبول بالنسبه للمريض وما لها تاثيرات، وقسم عندها لا الطيات تكون كبيره بالتاكيد تحتاج الى رفع لهذه الطيات وهندمه المكان بشكل يعني ملائم للجسم، شرط انه ما تضيق البطن بشكل كبير وتؤدي الى حبس الاحشاء، يعني هناك بعض الشد للعضلات البطن خاصه تقويه جدار البطن الى قياس معين يعني، فاذا ازداد اكثر ممكن يحس المريض بضيق اكثر على الاحشاء، غير هذه ما لها تاثيرات اخرى يعني. نعم، نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600551414، الرسائل النصية القصيرة على 4006، وأيضا نرحب بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الانستغرام لايف نور دبي راديو. ضيفنا الدكتور عصام عبود استشاري الجراحة العامة والمناظير الجراحية بمستشفى الإمارات في الجميرة، موضوعنا عن التهاب الزائدة الدودية. طيب دكتور، بالنسبة لي طبعا يعني كان هناك ألم وكان هناك لنفترض غثيان وأقياء، ورجع المريض الطبيب أجريت الاستقصاءات اللازمة، تبين أن الحالة هي التهاب زائدة دودية، فما الخطة العلاجية؟ نعم، الزائدة الدودية الالتهاب فيها بالتأكيد يفضل أنه ترفع الزائدة الدودية لانه معرضه الالتهاب الحاد، ممكن تتحول الى جانجرين وممكن تتحول الى تنثقب هذه الزائده او تتحول الى كتله الزائده، قسم من هذه الكتله الزائده لم تستجيب تكان الى العلاج تتحول الى خراج الزائده الدوديه، فاذا هناك مشاكل ومضاعفات تبدي بعلاج بسيط وهو انه عمليتها سهله بالتاكيد، بعد دخول المناظير اصبحت ثقوب ثلاثه، أو ممكن هناك طريقة أخرى في ثقب واحد تجعل العمليات الزائدة أيضا، أو الفتح الاعتيادي اللي هو أيضا معتاد عليه خلال هذه السنين المضت، ترفع الزائدة ويغلق المكان، قسم من هذه الحالات تحتاج إلى بذل للمكان خاصة عندما يكون هناك التهاب وهناك صديد موجود في تجويف البطن، تكون معرضة هذه الحالات أكثر إلى الالتفاقات بعد العمليات، وقسم من عندها قد تكون هناك خراجات في تجويف البطن في الحوض أو تحت الكبد أو الحجاب الحاجز. فيفضل دائما الحالات الزائدة أن تعالج بوقت مبكر، وخاصة بالنسبة إلى البنات لأنه الالتهاب الزائدة يؤثر على القناة المبيض والالتفاقات اللي موجودة فيها وممكن تعملها مشاكل مستقبلا يعني من ناحية العقوم والالتفاقات اللي تكون. نعم طبعا، نذكر بأهمية عدم تناول أي دواء مسكن للألام أو مضاد للتشنج الذي يستخدم ويوصف بدون وصفة طبية أو حتى بوصفة طبية، الأدوية المسكنة للألام تخفي العرض ولكنها تبقي على المرض، وفي مثل هذه الحالات حينما نتكلم عن ألام البطن الحادة
سواء كانت الناجمة عن التهاب الزائدة الدودية أو حتى عن أمراض أو إصابات في المعدة أو حتى في أي منطقة أخرى من داخل البطن أو جوف البطن، فهي تخفي العرض لكنها تبقي على المرض، وفي مثل هذه الحالات قد لا سمح الله تحدث يعني حالة خطيرة جدا قد تودي بحياة المريض أو تضطر يعني لإجراء عمليات كبيرة جدا حينما يحدث تمزق أو يحدث إنتان داخل البطن وفي جوف البريتوان. دكتور طيب معي اتصال. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام أخي العزيز أبو محمد، تفضل. كيف حالك دكتور؟ يا مرحبا، أهلا وسهلا فيك. احنا بنسمع بأنه الزجاجية في بعض الحالات تنفجر قبل ما تعد الدكتور، هل هذا صحيح؟ نعم. شكرا لاتصالك أخي العزيز، أتمنى لك صحة والسلامة. دكتور عصام سمعت السؤال؟ أي نعم. نعم. أي نعم. الزائدة الدودية الجدار الزائدة جدار رقيق، فعندما يكون انسدادي يعني الجزء من الفضلات تحتبس داخل الزائدة فيصعد الضغط فيها بشكل سريع مفاجئ، فذلك هي الألم اللي يكون بها حاد، وهذه اللي هي النوع اللي هي خلال 6 ساعات ممكن أن هذه الزائدة تنفجر إذا كان التهاب بها شديد، بسهولة أن تنفجر الزائدة وتلتهب البريتون حولها يعني، واللي دائما احنا نسميها الالتهاب الزائدة الدودية الانسدادي اللي هي أسرع الحالات اللي تكون، وهذه اللي هي جزء كبير من عندها المتعارف ومشاع عند الناس يعني من علاماتها يعني، فتأخير هذه النوع من الزوائد يعرض إلى المشاكل. هذه الزائدة إذا التهاب جوف البريتون يدخل في حالات التسمم الدم وقسمها توصل إلى مرحلة اليرقان، خاصة عندما يأتي المريض متأخر بعد 48 أو 72 ساعة نشوف حتى تجوف البطن صاير أخضر مثل البركة المية اللي بيها المياه آسف وصير أخضرار فيها، بالضبط تصير تجوف البطن كله من هذا الشكل يعني، فشيء بسيط لكن تأخيره راح يؤدي إلى مخاطر على المريض ومضاعفاته ويطول أيضا فترة بقاء المستشفى. نعم، ولذلك يعني ذكرنا نحن هذه المعلومة أيضا دكتور اللي هي عدم تناول أي مسكن للآلام، لأن هذه المسكنات تخفي العرض وتبقي على المرض الذي يشتد ويحتد، وربما يؤدي ذلك لا سمح الله إلى انفجار الزائدة الدودية أو حتى تفاقم يعني إذا كان المسألة تتعلق بالمعدة أو حتى في الأمعاء الغليظة أو الأمعاء الدقيقة. فإذا دائما استشارة الطبيب مباشرة، خصوصا إذا كان هذا الألم يترافق مع إمساك، إذا كان يترافق مع غثيان، مع أقياء، إذا كان هذا الألم أيضا حادا وغير محتمل. طيب دكتور أيضا الرتوج الزائدة الدودية. نعم. في طبعا هناك الرتوج أيضا في الأمعاء يعني كان يكون في القولون أو في الأمعاء الدقيقة، ومن ضمنها أيضا تكون هناك رتوج أيضا في الزائدة الدودية، وفي الزائدة راح يكون أحد هذه الرتوج يصبح فيها يحدث فيها الالتهاب، وهذا الالتهاب يأتي علامات الزائدة الدودية، عندما نفتح الزائدة نلقى في داخلها الرتوج. بالتأكيد احنا ما راح نقدر نشخص انه رتوج، احنا راح نشخص على انها هي التهاب للزائدة. وهناك اكو رتوج ايضا يكون في ميكل اللي هو يكون في نهاية الامعاء الدقيقة باخر 2 فوت و 2% نسبة اللاز و 2 انج طولة وكل شيء بيه 2 يعني، فهذا المكان ايضا عندما يلتهب يعطي علامات مشابهة للزائدة. وقسم من عندهم يكون في بطانة جزء من محتويات بطانة المعدة وممكن تعمل قرحة ونزف، فالرتوج تكون في الزائدة متعددة، وتعلمنا من أساتذتنا أنهم دائما احنا نفتح الزائدة بعد العمليات حتى نتعلم من داخلها، فنشوف ونقارن العلامات اللي تأتي مع المريض، وشفنا كثير من الأشياء منها بذور البرتقال ومنها بذور من مختلف الخضار، وشفنا أيضا نوع من الديدان ويكون هناك أيضا موجودة اللي هي خاصة الزائدة، ونشوف أيضا هذه الرتوج لبعض هذه الحالات.
نعم طبعا أنت ذكرت هلا بعض الأسباب، بس الأخت مروان تسأل عبر الإنستغرام ما هي الأسباب التي تؤدي لحدوث الزائدة الدودية؟ إذن هي البذور وغير ذلك دكتور؟ نعم، يعني هناك ديدان دبوسية صغيرة. نعم. هذه اللي هي أمراض طفيلية يعني. ديدان صغيرة. نعم. تكون هذه تأتي إلى الزائدة وتتجمع بكميات كبيرة وتسبب إلى الانسداد هذه، و الزائدة بها إفراز المواد المخاطية تفرز، ودائما تنظف المحتوى مالتها. عندما تسد الفتحة راح تتجمع السوائل هذه، وعندما تتجمع يزداد الضغط، فالدم اللي يجي للجزء الزائد راح يقل في جداره وتسبب إلى الالتهاب، إضافة إلى التهاب نوع من الفيروس. قسم من الأطفال يصعدهم التهاب الفيروس وتلتهب في الغدد الليمفاوية، ومن ضمن الغدد الليمفاوية هي الغدد الليمفاوية اللي بجدار الزائدة، وتسد التجويف الزائدة وأيضا تؤدي إلى الالتهاب. طيب بعد الاستئصال، بعد العملية الجراحية، هل من نصائح دكتور؟ الزائدة يعني ما لها وظيفة بالجهاز الهضمي أساسية. نعم. فقدانها راح يسبب إلى أي أضرار. نعم. لكن طبعا هو بالتأكيد خلال الدراسات الأخيرة اللي صارت الآن هي أنه تزداد نسبة الأورام في القولون بعد رفع حالات الزائدة، لأنه هي جزء من جهاز المناعة اللي يكون إلى القولون. نعم. فيبقى المريض دائما، مرضى الزائدة دائما ننصح فيهم أنه يتحرون دائما باتجاه الأورام القولون والتحري عليها. ننصح في المريض بعد العملية بالتأكيد يحتاج إلى فترة نقاهة، وخاصة عندما يكون الزائدة هناك فيها التهابات شديدة والأمور هذه تكون معرضة. متابعة ضرورية، لأنه قد منها قسم هذه الحالات تؤدي إلى التصاقات وانسداد جزئي في البطن في الأمعاء يعني. نعم. فيحتاج أيضا إلى متابعة بين فترة وأخرى. قسم من هذه العمليات قد المريض يتعرض إلى سعال لفترة شديدة بعد العملية، سواء كانت بالمنظار أو بالفتح الاعتيادي، وقد تؤدي إلى فتوق جراحية في مداخل المناظير أو في عملية الزائدة، رغم أنه قلت حدوثها لكن موجودة هذا الشيء. فإحنا ننصح دائما الإنسان بأي عملية تكون مهما تكون، يفضل أنه الإنسان ما يبذل أي جهد كبير، يسند المكان. نعم. اللي يوضع فيه عند جرح في بإيديه قد ما يكح، يعني هذه ضرورية. نعم. للمريض. وطبعا التحري من ناحية امتناع، يعني محافظة على الجروح من الالتهابات. نعم. طيب آخر رسالة دكتور، بعد أن أجريت لي عملية استئصال الزائدة الدودية، ما زلت يعني أشعر بوجود كتلة ليفية أو كتلة صلبة في البطن. نعم. هو إن كان الكتلة الليفية هي في جدار البطن، فهي أما أن تكون هناك فتق جراحي صغير أصبح في المكان هذا. نعم. أو هو مكان الالتقاء خياطة العضلة، وبالتأكيد راح تتليف المكان اللي فيه الجرح ويدي إلى العقدة اللي يحس فيها. هذه الأساسية. طبعا الشيء الآخر بالتأكيد لازم الإنسان يتحرى على هذا العقدة اللي بيحس فيها، ممكن أنه يجرى لها سونار لقياس حجم هذه العقدة، وبالتأكيد الطبيب من راح يفحصها راح يقدر يحدد ملامح هذه الكتلة، هل هي في جدار البطن أم هي في تجويف البطن من الداخل. نعم. والتحري عليها، لأنه ما شرط أنه المريض من يعمل الزائدة معناها أصبح جسمه مانع عنده من يتعرض إلى أي شيء آخر. نعم. يتحرى عنا بهذا الشيء. نعم. كل الشكر للدكتور عصام عبود، استشاري الجراحة العامة والمناظير الجراحية بمستشفى الإمارات في الجميرة. دكتور عصام، شكرا جزيلا لهذه المعلومات. أهلا وسهلا بك.